الآن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا للمشاركة في فعاليات مؤتمر برلين بشأن ليبيا المقرر عقده غدا الأحد. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، إضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة الليبية. في سياق آخر، وجه الرئيس السيسي تحية إعزاز وتقدير إلى كل قيادات القوات المسلحة وأفرادها، وقال السيسي إنه يتوجه إلى قادة القوات المسلحة الباسلة وأفرادها بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز للمؤسسة العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظروف بالغة التعقيد مرت بمصر السنوات الماضية. وأعرب الرئيس عن اعتزازه وفخره بما شهده من أداء راق خلال افتتاح قاعدة برنيس العسكرية، مشيرا إلى أن الشعب المصري العظيم أبدى فخرا وتقديرا وهو يتابع الأداء الراقي لرجال القوات المسلحة خلال تنفيذ المناورة العسكرية قادر 2020. ترأس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبول اجتماعا للجنة العليا لمياه النيل، وذلك بمشاركة وزير الري وممثلي عدد من الجهات المعنية. تناول الاجتماع استعراض نتائج اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة والنقاط التي ستتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التي تسبق الاجتماع المزمع عقده بواشنطن أيضا في 28 و29 من يناير الجاري. وقد أعربت اللجنة العليا لمياه النيل عن التطلع إلى استمرار الدور الأمريكي لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة يحقق مصالح كل الأطراف. عربياً، وقعت اليوم اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب اللبناني وسط العاصمة بيروت، وأفادت وسائل إعلام بأن الأمن اللبناني استخدم خراطيم المياه وقنابل الغاز لتفريق المحتجين الذين ردوا برشق قوات الأمن بالحجارة ووضع الحواجز الحديدية عند مدخل البرلمان. كانت مسيرات احتجاجية قد انطلقت ظهر اليوم من نقاط عدة ببيروت تحت شعار لن ندفع الثمن، وذلك للتنديد بالمماطلة في تأليف الحكومة والمطالبة بخطة إنقاذ تنهي أزمة البلاد الراهنة. ورياضياً، فاز إنبي على فريق إفسي مصر بهدفين لهدف خلال لقائهما اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة القدم. سجل هدفي إنبي إبراهيم يحيى ومحمد شريف، فيما أحرز هدف إفسي مصر لاعبه مصطفى سلطان ليرتفع رصيد إنبي إلى النقطة 20، ويتجمد رصيد إفسي مصر عند النقطة 11. وفي مباراة أخرى بالجولة 14، فاز الإنتاج الحربي على حرس الحدود بهدف نظيف سجله موسي دايوارا ليرتفع رصيد فريقه إلى النقطة 21، ويتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 18.